بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة ما تعلق بالأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وحن سو دميني قيبتي لبات كتاب كيني أصول الثلاثة، وهي معرفة الله، معرفة دين الإسلام. نعم، بالأدلة. بالأدلة. نعم، ذكرنا ما هو الإسلام، عرفنا الإسلام. وحن سو شغني إسلام محوية هي إسلام ما سو تعريفني. وذكرنا مراتب الدين الثلاثة. وحن سو شغني مراتب الدين تأسد حدا. الإسلام والإيمان والإحسان. وحن سو شغني إسلام محوية هي إيمان وإحسان. وذكرنا الأدلة عليها. وحن سو شغني محاو دليلة. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. أصل كسدحات يكمل الأصول سدحات. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. قرشاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لابد أن نعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمور منها. وحلق مارمانا إن النبي محمد قرن عليه الصلاة والسلام وأكون أرمه. نعم، أولا أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف؟ وحا وغير وحا ويان وقرشاد النسب صلى الله عليه وسلم إيا قرن إيا. نعم، كنت واقف. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم نعم ما شاء الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، واحد لو يركوح الشيغي طالبك أه نيوم حان سلسة النزل كيسة مقعي السيئة كيسي أبدا هذا مغليسين. نعم، كم له من العمر عليه الصلاة والسلام؟ نيوم محمد عليه الصلاة والسلام العمر قيسي مقوها. نعم، 63، منها 40 قبل النبوة و 23 نبيا ورسولا. نعم، نبي قال عليه الصلاة والسلام نحن نسدح أفرتن وحي هيد نبي لماذا كهر سدح إلى واتن وحي هيد بعد النبوة. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي أو رسول؟ من يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام من نبي وأهم سير رسول يا قرنية. نعم، نبي الرسول عليه الصلاة والسلام. نبي وها نبي الرسول وها عليه الصلاة والسلام. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. وحوله الرين عليه الصلاة والسلام دقي. ما رسول أهم توها. وهو رسول. سقوا الرسول أهم. يا أيها المدثر، وأول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، وعبوه الرئي النبي صلى الله عليه وسلم كسوة دقيق سوى نبي نقول أها اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله يفتح عليك. نعم، إذن هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، دعوته ما هي؟ نعم، هذا هو النبي الرسول أيها عليه الصلاة والسلام. ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ دعوتي سبحانه يدكم حبو يريكلي. إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي دعوتي سبحانه عليه الصلاة والسلام إلى أن ذلك أغير نوحه يستغل أغير إليه. يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. إذا لابد أن تكون هذه دعوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. نعم، نبي دعوة ذي صلى الله عليه وسلم وحوية رجري توحيدك وحونا أمد وقدك رجري شركك. نعم، إذا لابد أن ندعو لتوحيد الله وحلق مارمانا تكون توحيد وحوية رجري. نعم، إلى من بعث يا الله صدري. إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
هم يقولون انظر إلينا يعني حتى نس حتى نجيب الأسئلة اليمين. هذا اللي يصنع كذا خطأ. خطأ هذا. أي نعم. نعم. إلى من بعث؟ إلى الإنس والجن أو إلى قريش أو إلى العرب؟ إلى يا أخوانا ما حد يتكلم، والله عيب تتكلم، نبههم يا شيخ. ولا لي أكادية مركا فرصة تكتان يسأل الشيخ الدورني عندك جوابك. ما حد يتكلم. مركا يا ريه إن شاء الله. نعم. إلى من بعث؟ إلى الثقلين الجن والإنس. ما معنى هذا؟ معنى هذا نعم يا الله صدري وحال الله صدري إلى الثقلين معناها نمحوية يقول الشيخة.